بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محاضرتي لهذا اليوم كانت في الأساس محاضرة ألقيتها في مؤتمر جامعة تكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية بتاريخ 13 من نيسان الحالي، وبسبب ما لاقته من استحسان قررت أن أنشرها في قناتي على اليوتيوب لعلها تكون مفيدة لمن يحتاجها. المحاضرة حول موضوع مزيج الطاقة وما علاقة الطاقة المتجددة به، وكيف تصبح مصادر هذه الطاقة إحدى عناصره. هذا ما حاولت الإجابة عنه في هذه المحاضرة إن وفقني الله لذلك. مزيج الطاقة Energy Mix أو Energy Sources Mix تعني مجموعة المصادر التي تستخدمها أي دولة لتوفير كل الطاقة التي تحتاجها لتلبية متطلبات مجتمعها. وغالبا فإن الدول تحقق اكتفاءها للطاقة من مصادر أحفورية بشكل كبير، فيمكن أن تصل قيمة مشاركة هذه المصادر في مزيج الطاقة 80% أو حتى أكثر. ولو تكلمنا حصرا عن الكهرباء، فإن مزيج الطاقة هنا سيعني Electricity Energy Mix، والذي سيترجم إلى أرض الواقع بأنه Energy Fuel Mix، لأنه الوقود هو الأساس في إنتاج الطاقة الكهربائية. وفي أغلب الدول فإن هذا المزيج يضم الفحم بأنواعه والنفط الخام ومشتقاته، الغاز الطبيعي، الطاقة النووية وباقي المصادر الأحفورية الأخرى. ومن المصادر المتجددة أيضا محطات الكهرومائية ومصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمكن أيضا أن تشمل أنواع من الطاقة الإحيائية رغم أنها من الطاقة البديلة وليست من الطاقة المتجددة. ويرينا هذا شكل مزيج الوقود لإنتاج الطاقة في ألمانيا. أما لو تكلمنا بشكل عام بعيدا عن الكهرباء، فإن مزيج الطاقة يختلف بحسب التطبيق المخصص له. المزيج المطلوب في مجال النقل هو بشكل أساسي البنزين والديزل، بينما في الاستخدامات المنزلية سيكون التركيز على غاز الطبخ أو النفط أو الفحم والخشب لتسخين المياه والطبخ، وكذلك استخدام الطاقة الكهربائية في التدفئة والطبخ. بينما الأغراض التجارية فيمكن حصر مزيج الوقود بالنفط والغاز للطبخ، وكذلك الأغراض التدفئة وتسخين المياه، وكذلك الكهرباء وهو الأكثر استخداما. ويمكن أن يكون مزيج الطاقة ضيقا لأقصى الحدود كما في حالة قطر التي تستخدم الغاز الطبيعي بنسبة 100% في إنتاج الطاقة الكهربائية. ويمكن أن يكون أوسع كما في حالة تركيا وإيران، حيث يبقى الاعتماد على الغاز الطبيعي مهما ولكن يضاف له مصادر أخرى كالنفط الخام أو المحطات الهيدرومائية أو المصادر المتجددة إن وجدت. في كل دول العالم يعتمد اختيار عناصر أي مزيج للطاقة على مجموعة من العوامل، في مقدمتها مدى توفر هذا العنصر داخل الحدود الإقليمية للدولة، أو مدى سهولة استيراده إن كان غير متوفرة، ما مدى الحاجة الفعلية للطاقة المطلوبة، مستوى الحياة والمتطلبات المطلوبة. فلو كانت بنية الدولة صناعية مثل ألمانيا أو السويد، فستختلف متطلباتها للطاقة عن بنية دولة سياحية، أو أن مستوى الرفاهية فيها عالي والمتطلبات الشخصية للمواطنين عالية. كذلك من العوامل السياسة المتبعة لاختيار هذه العناصر، وطبعا هذه السياسة ستعتمد على عناصر تاريخية وسياسية وجغرافية وبيئية أيضا. ولكن عموما هناك ثلاثة شروط أساسية لابد من توفرها في عناصر مزيج الوقود. العنصر الأول هو المنافسة الاقتصادية، يجب أن تكون المصادر المنتقات لتكوين مزيج الطاقة الوطني ذات منافسة اقتصادية لباقي العناصر، فهي الأرخص في مجال المنافسة مع باقي العناصر المتاحة، وهي الأكثر توفرا أيضا. على هذا الأساس يتم استخدام هذه العناصر دون غيرها لتحقيق الفائدة المرجوة منها. الشرط الثاني هو أمن الطاقة، يجب أن تحقق العناصر المختارة تلبية كامل الاحتياج المحدد للطاقة بأنواعها، وتضمن ذلك في حدود الأفق الزمني المحدد لها. ثالثا التوافق مع الشروط والمتطلبات البيئية المحددة وطنيا لنسب الانبعاث من استخدام هذه الأشكال من الوقود. يتم تمثيل تدفق الطاقة بين المصدر وصولا إلى المستهلك باستخدام مخطط سانكي للتدفق، ويعرض هذا الشكل مخطط سانكي لإنتاج الطاقة الكهربائية. في الجهة اليسرى هناك كميات الطاقة التي تم استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية. في الحالة اللي عرض هذا الجدول نرى أن الفحم هو العنصر الرئيسي لإنتاج الطاقة الكهربائية، ثم يليه الناتشرال غازز، ثم المحطات النووية، ثم المحطات المائية. وأرجو ملاحظة أن مخطط سانكي يتم رسم المتجهات وفق مقياس الرسم، لذا فإن سمكها يتناسب مع كميتها. في الجهة اليمنى من الرسم أو من المخطط
هناك استخدامات النهائية للطاقة الكهربائية بحسب أصناف المستهلكين المنزلي والتجاري والحكومي. وبينهما هناك مجموعة من التمثيلات الخسارات أو التصدير للطاقة الكهربائية. بينما وضع هذا الشكل مخطط سانكي لكل الطاقة المستخدمة وطنية في إنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها من أشكال الطاقة، فنرى على الجهة اليمنى هناك السولر الطاقة الشمسية المستخدمة، ثم النيوكليير، ثم الهايدرو والويند والجيوثيرمال والمحطات الناتشرال غازز والمحطات الفحم، كلها مجتمعة تشترك في تشكيل الجزء الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية. وطبيعي أنه استخدام الطاقة الكهربائية سيكون بحسب أصناف المستهلكين، فالصنف المنزلي سيستهلك 11% والتجاري 9% والصناعي 24% وقطاع النقل 27.9%. من الطرق الأخرى في تمثيل مزيج الطاقة الوطني بالنسبة للكهرباء الشكل المعروض أمامكم اللي يمثل رسم للمعدل الساعي السنوي لإنتاج الطاقة الكهربائية للمحطات الأساسية المستخدمة في إنتاجها على مدى 4 أيام. ويرينا هذا الشكل كيف يتم رسم إنتاجية قطاع الإنتاج البخاري الغازي الهايدرو باور والفحم والمحطات النووية وهكذا بحسب إنتاجيتها اليومية. وإذا كان الحديث عن المعدل الساعي السنوي فيمكن رسم منحنى التوليد الأحمال التراكمية السنوية بأشكال مشابهة للشكل الذي ترونه أمامكم. في الشكل على الجهة اليمنى يمثل المحور الصيني 8760 ساعة أو 100% من التايم كونسابشن المطلوب لتغذية الطاقة الكهربائية، بينما يمثل المحور الصادي كمية الطاقة الكهربائية المنتجة. ويمكن تقسيم هذا الشكل إلى 3 مناطق رئيسية: البيز لود، المنطقة الأسفل الشكل اللي تمثل البيز لود، وهي المنطقة اللي تمثل إنتاج المحطات الأساسية في المنظومة الكهربائية مثل الفحم، الطاقة النووية ومحطات الثيرمال، والتي لا يتم إطفائها سنويا إلا لفترات الصيانة المحددة لها. وغالبا تشغل هذه المنطقة حوالي 35% من المنحنى الكلي. بينما المرحلة الوسطى تمثل الانترميديت لود اللي تتراوح ما بين حدود 35% إلى 85% من اللود كيرف، فهي المنطقة الثانية واللي يتم الحصول فيها الطاقة الكهربائية من محطات الكومبايت سايكل الغازية المركبة ومحطات السدود أيضا ومحطات الغازية الأخرى. ميزة هذه المنطقة أن محطاتها تتوقف فصليا عن العمل غالبا في فصل الشتاء في مناطقنا لأغراض الصيانة، لأن الحاجة لها تكون في ذروتها في الصيف. أما المنطقة الصغيرة الأخرى اللي ترونها باللون الأخضر فيها منطقة البيكينج لود، وهي منطقة مهمة للغاية لأنه تمثل الذروة في الطلب على الطاقة الكهربائية. وفي أغلب البلدان فإن هذه الذروة تقع في منطقة الظهيرة أو منطقة نصف النهار كما ترونها في الجزء الأيسر من الشاشة، ويعود السبب في ذلك إلى نشاط المصانع والمعامل والمدارس والجامعات وباقي الأنشطة الاقتصادية للبلد في هذه المنطقة. ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية لهذه المنطقة باستخدام منظومات الغاز توربين بشكل أساسي من النوع الفاست تراك اللي يمكن إطفائها وتشغيلها يوميا، أو الديزلات أو منظومات خزن الطاقة كالبحيرات. وأرجو أن تتذكروا أن قيمة هذه المنطقة تتراوح بين 20% إلى 25%، ورقم 20% راح نحتاجه بعد قليل. وهذا الشكل آخر لتراكم المعدل السنوي الساعي للأحمال، معروض عليه نوع المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية في كل منطقة. الآن لو أردنا إضافة مصدر جديد من مصادر الطاقة المتجددة، لأي منطقة سنضيفه وكيف وبأي شروط ستتم هذه الإضافة؟ بشكل عام عند إضافة أي مصدر جديد لمزيج الطاقة الوطني علينا أولا تحديد الموقع الذي سيضاف إليه هذا المصدر. هل هو لإنتاج الطاقة الكهربائية أم كوقود لحركة السيارات أم كطاقة لتسخين المياه لأغراض التدفئة وهكذا. المسألة الثانية، ما هي قدرة الطاقة المضافة؟ فطبعا إذا كان الحديث عن إضافة مصادر طاقة بقدرات كبيرة نسبية مثل جيجا واط أو بضع مئات من الميجا واط،
فإن هذه المصادر ستضاف مباشرة على الشبكة الكهربائية. أما القدرات الصغيرة 10 كيلو 20 كيلو واط فإنها لا تدخل في هذا الحساب. كذلك فإن إضافة منظومات معزولة على الشبكة لا يدخل في هذا الحساب أيضا. ثالثا، ما هي خصائص هذه الطاقة؟ ما مدى توفرها؟ طبعا القيود المفروضة على إضافة مصدر للطاقة المتجددة تعتمد بشكل أساسي على طبيعة ذلك المصدر. فمثلا لأن الرياح متوفرة طيلة النهار طبعا بنسب مختلفة، فيتم إضافتها إلى المنطقة الوسطى الانترميديت لود غالبا. أما الطاقة الشمسية فلأنها موجودة فقط في النهار فستضاف إلى منطقة البيكينج لود فقط. رابعا، قيمة جهد الشبكة التي ستربط به هذه القدرة. خامسا والنقطة الأهم هنا على الأقل بالنسبة لي، ما هي التأثيرات المتوقعة من إضافة هذا المصدر على باقي المصادر في مزيج الطاقة؟ ولتقديم صورة واضحة سأتكلم حصرا عن الطاقة الشمسية. هناك سيناريوهات مختلفة لإضافة مصادر الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية، ولكني سأعرض إلى سيناريوهين اثنين منها، واحد متفائل جدا والآخر واقعي جدا. السيناريو الأول هو إضافة مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة الوطني لتصبح هي لوحدها 100% من هذا المزيج عام 2050، أي أن مزيج الطاقة لن يضم أي مصدر من مصادر الطاقة الأفورية على الإطلاق. وهذان نموذجان على هذا السيناريو. الأول على الجهة اليسرى أمريكي يرى أن تكون الطاقة المنتجة عام 2050 متجددة بالكامل. طبعا هنا يتم الحديث عن مزيج طاقة من مصادر متجددة فقط وبديلة معها دون أي مصادر لوقود أحفوري أو نيوكلير. والنسبة المقترحة لذلك كما يلي: الخلايا الشمسية فوق سطوح البيوت 8%، مشاريع تجارية بحدود 25%، ومشاريع المركزات الشمسية الحرارية 7.3%، ومشاريع الأونشور ويند 30%، ومشاريع جيوثيرمال 5%، وهكذا. أما على الجهة اليمنى ترون الفكرة ذاتها ولكن بنسخة بريطانية، حيث لا وجود لمصادر الطاقة الأحفورية، ويرينا هذا الشكل الانخفاض المتوقع والمستمر الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية في مزيج الطاقة الوطني في مقابل تنامي الاعتماد على أشكال الطاقة المتجددة والبديلة الأخرى. وفي بريطانيا تم صياغة مصطلح إيكوتريسيتي بمعنى الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها بالكامل من مصادر صديقة للبيئة، من المقطع إيكو اللي يعني صديق للبيئة أو نظيف، للتعبير عن الطاقة الكهربائية المنتجة بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة. طبعا هذا التعبير يساوي تعبير 100% رينوبل، لأن كلاهما يعنيان أن المصادر الطاقة أن المصادر المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية هي مصادر متجددة أو بديلة فقط. الآن السؤال المهم: ما الذي يعيق الوصول لهذا الهدف الحالم والمثالي لدى الكثيرين أو حتى الطوباوي لدى البعض الآخر؟ لو ركزنا كلامنا على الطاقة الشمسية كمثال على المصادر المتجددة للطاقة سنجد ما يلي. أول مشكلة نواجهها في هذا الموضوع هي الفاريابيليتي. المشكلة الأولى والأهم هنا أن الطاقة الشمسية متغيرة زمانيا بشكل كبير ومهم، ومتغيرة أيضا مكانية، ولا يمكن أبدا الاعتماد على قيمة ثابتة لها. ويوضح هذا الشكل إنتاج منظومة شمسية تم جمع البيانات لها كل 10 ثواني. مهندسي السيطرة والتحكم يهتمون دائما بمصادر الإنتاج الثابتة، أما مثل هذه المصادر فيها كابوس حقيقي لهم. وهذا الشكل يوضح تغير الطاقة المنتجة من منظومة الطاقة الشمسية خلال اليوم الواحد، وممكن يشوفون مدى تغير إنتاجية هذه المنظومة خلال فترة الذروة النهارية، وطبعا في فترات الليل لا توجد أي إنتاجية لهذه المنظومة. وهذا الشكل يوضح تغير إنتاجية منظومات الطاقة الشمسية على مستوى السنة الكاملة. كما ترون فإن تغير هذه القدرة مقلق لمشغلي الشبكات الكهربائية الذين يحاولون الحصول على مصدر ثابت لإنتاج الطاقة الكهربائية يتم التحكم به وفق الحاجة، فيتم زيادة الإنتاج عند وجود الحاجة وخفضها عند عدم وجود حاجة لها. بينما هذا الانخفاض والارتفاع في إنتاجية منظومات الطاقة الشمسية لا سيطرة عملية لهم عليها، لأنه يخضع للوقت والفصل من السنة أكثر من أي عامل آخر. المشكلة الأخرى هي عدم القدرة على التنبؤ بالطاقة الشمسية التي يمكن إنتاجها في اليوم القادم. عندما يتم استخدام غاز توربين يمكن توقع إنتاجيته اليومية بدقة بشكل عام، لذلك فإن مشغلي المحطة يستطيعون إعطاء قيمة دقيقة لحد كبير عما يمكن أن يوفره طيلة فترة الاشتغال المتوقع للمحطة حتى موعد الصيانة القادم.
ولكن هذا الأمر غير ممكن مع المحطة الشمسية، لا أحد يستطيع التنبؤ بإنتاجها غدا. طبعا ممكن التنبؤ بالإشعاع الشمسي المتوقع غدا بدقة، ولكن قد يحدث ما يؤثر على ذلك بشكل كبير، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض إنتاجية المنظومة، مثلا حدوث عواصف غبارية، أمطار، غيوم، تساقط ثلوج وهكذا. العامل الآخر هو تأثر الطاقة المنتجة من المنظومات الشمسية بالظروف الجوية كثيرا، فيمكن أن تنخفض إنتاجية هذه المنظومات بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة وحدوث العواصف الغبارية، الأمر الذي قد يفقد هذه المنظومات أكثر من 20% من إنتاجيتها وحتى أكثر. من المسائل الأخرى انخفاض كثافة القدرة المنتجة من هذه المصادر مقارنة مع المصادر الأخرى. فمثلا كثافة القدرة المنتجة بوحدات الوات على المتر سكوير لمشاريع سولار بي في هي 6.7 وات على المتر سكوير، بينما للفحم هي 1000 وات على المتر سكوير، والمحطات الغازية 28 وات على المتر سكوير. السيناريو الثاني وهو الأكثر واقعية والأكثر إمكانا للتحقق هو Sustainable Energy Mix، وفي هذه الحالة ستضاف ميزة السستينابل أو الاستدامة إلى خصائص مزيج الوقود، وهي تعني هنا القدرة على إنتاج الطاقة من مصادر متاحة في نفس موقع المجتمع الذي نعمل عليه، الذي نعمل على تزويده بالطاقة. وطبعا هنا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الطاقة من النفايات هي في مقدمة المصادر المطلوبة لذلك. من هنا فإن استدامة الطاقة ستتحقق عمليا لو استخدمنا مصادر طاقة من المجتمع وليس بجلب هذه الطاقة من خارج هذا المجتمع. وهذا نموذج من مزيج الطاقة يضم مصادر الطاقة الأحفورية مع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى. وطبعا فإن الطاقة الشمسية نراها في فترة الظهيرة، لذا فإنها ستستخدم لإزالة الذروة النهارية من منحنى الأحمال اللود كيرف. مثلما تجلب الطاقة الشمسية الكثير من الفوائد والمنافع، هي أيضا تجلب معها مشاكلها أيضا. لو كانت كمية الطاقة الشمسية المضافة في حدود البيكينج لود كما نشوفها بهذا الشكل، لن تكون هناك مشكلة. الحالة الأولى عندنا 8% زيادة وهي نسبة معقولة، في الحالة الثانية عندنا 16%، وفي الحالة الأخيرة عندي 24%، وهذه نسب معقولة ومقبولة لأنها لم تتجاوز قيم البيكينج لود. ولكن هناك حالات تجاوزت قيمتها قيمة البيكينج لود كما نرى في هذا المثل. في أقصى اليمين نرى أن قيمة البي في وصلت إلى 58%، أي أنها تجاوزت البيكينج لود وحتى الانترميديت لود، وهذا أمر غير مفيد اقتصاديا، لأنه معناه أننا سنضطر لإطفاء محطات الثيرمال أو النيوكلير يوميا بسبب وجود فائض في الطاقة الكهربائية. وطبعا هذا الكلام ضرب من الخيال وغير صحيح بالمرة. لذلك نرى أن دول أوروبا وضعت هدفا لها والوصول إلى 20% عام 2020، أو ما يسمى بهدف 20-20-20، وهو في الحقيقة ترجمة للطاقة المطلوبة لمرحلة البيكينج لود، بمعنى الوصول للقدرة المطلوبة في مرحلة البيكينج لود لا أكثر. وهنا تكمن عقلانية هذا الطرح وواقعيته. ويرينا الشكل على الجهة اليسرى نسبة الوصول لهذا الهدف لدول أوروبا المختلفة، ويمكن أن نرى أن بعض الدول قد تجاوزت فعليا إلى قيم أعلى من ذلك. وقد تم تطوير هذا الطرح بإضافة 20% أخرى لتقليل انبعاث الغازات المضرة بالبيئة، و 20% أخرى لرفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك. فأصبحت لدينا 20% 20% زادين 20% زادين 20% آت 20-30، وهو الهدف الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيقه. وهذا الشكل يمثل إحدى السيناريوهات المطروحة لتحقيق هذا الهدف بالوصول إلى 2020-2030، حيث نرى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مقابل انخفاض استخدام المصادر الحفورية الباعثة للتلوث، وهذا ما يعزز نسبة 20% من تقليل انبعاث الغازات المضرة بالبيئة. أما بشأن دولنا العربية، فهناك تقرير نشر عام 2014 بالتعاون بين منظمة إيرينا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والجامعة العربية، ويشير إلى الأهداف التي وضعتها دولنا العربية للوصول إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية. وهذا التقرير يعتبر نسبيا قديم، حيث تم تعديل بعض أهداف دولي. وبإمكانكم الاطلاع على أهداف المعدلة من خلال شبكة الإنترنت، حيث ترون الكثير من المنشورات الخاصة بهذه الأهداف. إذا عجبتكم المحاضرة وشعرتم أنها مفيدة، أرجو الضغط على علامة الإعجاب التي تظهر أسفل شاشة الفيديو،
والاشتراك المجاني في قناتي بإمكانكم الضغط على اللوجو اللي تشوفوه أمامكم اللي موجود في الزاوية اليمنى أسفل شاشة الفيديو ليصلكم الجديد من محاضراتي. وصفحتي في الفيسبوك هي المعروضة أمامكم، بإمكانكم مراسلتي على أي موضوع تحبون أن تسألوني أو تشاركوني معلومات عنه. شكرا لكم وأتمنى لكم يوم سعيد.